هو بطل النسخة العاشرة من مونديال العرب الذي يقام لأول مرة تحت إشراف الفيفا. المغرب أم السعودية؟ سأقول المغرب. نعم أكيد، لكن المباراة النهائية اكسترا تايم. المباراة النهائية لن نشاهد فيها أهداف كثيرة، لكن المنتخب المغربي هو الذي سيفوز بهذا اللقب، وحتكون مواجهة خاصة لمدرب السعودية إيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب المغربي. هي مواجهة خاصة، هي لا تعني شيء بالنسبة للمنتخب المغربي، تعني أشياء كثيرة بالنسبة له هو، لأنه كان ناخب وطني في السابق للمنتخب المغربي، تأهل مع المنتخب لكأس العالم، ولو أنه لم يتأهل للدور يعني الثمون، لكن مواجهة بكل صراحة لا تعني أي شيء بالنسبة للاعيبة المنتخب لأنه المغربي المحليين. يعني لك أنا أختار المنتخب المغربي. إذا على مسؤولية كابتن طلال القرقوري، المغرب بطلا لهذه النسخة المتجددة من مونديال العرب. لو صار السيناريو تحس قريب يصير، يعني السعودية والمغرب؟ البرنامج هو اسمه توقعات، صح؟ أنا لا أعلم الغيب، هذه فقط توقعات، ممكن أن أخطئ من المباريات الأولى، يعني كل المباريات الأولى بإمكان أن تكون خاطئة في الربع النهائي، فهذه توقعاتي، إحساسي. نعلم جيدا على أن كرة القدم لا تخضع إلى المنطق، فريق قوي، فريق يتشكل صحيح من اللاعبين. بس 60% أو 60 ل 70% من توقعاتك منطقية. منطقية.